بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن ارتفاع درجة الحرارة للطفل في فترة ما بعد الولادة، أن أفضل مكان لقياس درجة الحرارة الوليد هي فتحة الشرج، وتعتبر درجة الحرارة حينئذ هي درجة الحرارة الحقيقية لجسم الطفل، علما بأنه لو تم أخذ درجة الحرارة من تحت الأبط يجب إضافة نصف درجة إليها لتصل لدرجة معينة حقيقية للجسم. طبعا درجة الحرارة عموما تتراوح بين 36.5 إلى 37.5 درجة مئوية، تعتبر قراءات ما دون ذلك أو أعلى من ذلك تستدعي استشارة الطبيب فورا بخصوص هذا الموضوع. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.